نفى البنك المركزي إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوعاً عليها الثامن من أكتوبر لعام 2024 في أي يوم سبق هذا التاريخ. وأشار البنك المركزي إلى أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقي، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في عام 2023. ويهيب البنك المركزي وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك، وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها، بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي. أكد وزير البترول كريم بدوي أن مصر تعمل على بناء شراكات قوية وتعاون إقليمي وعالمي، خاصة في مجال الهيدروجين، من أجل دعم دور مصر لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. جاء ذلك خلال مشاركات الوزير في فعاليات مؤتمر هامبورغ للاستدامة الذي عقد يومي 7 و8 من أكتوبر تحت عنوان معاً نساهم في ضمان تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب. وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من رؤساء الدول والقادة والوزراء والمنظمات الدولية والتمويلية والخبراء المختصين بالمجالات المتعلقة بتحقيق الاستدامة، وذلك لتعزيز الشراكات والعمل الجماعي لإزالة التحديات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت سفير السويد لدى القاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء. وخلال اللقاء تم مناقشة زيادة التعاون القائم في عدد من المجالات، ومن بينها الدعم الفني المقدم من معهد تمويل التنمية السويدي لتنفيذ خدمات استشارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتمويل عدد من الدراسات، من بينها تخطيط القدرة الغير فعالة بالشبكة وتأثير دخول الطاقة المتجددة بالشبكة لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة. استقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي ووفد شركة يازاكي اليابانية لتصنيع الضفائر الكهربائية. وتناول اللقاء متابعة تطورات إنشاء مصنع يازاكي لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بمحافظة الفيوم. من جهته قال رئيس شركة يازاكي ليمتد لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا إن مشروع إنتاج الضفائر الكهربائية بمحافظة الفيوم يستهدف تصدير 100% من إنتاجه للأسواق الأوروبية بمبيعات سنوية تقدر بنحو 100 مليون يورو. انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء بالعاصمة الرومانية بوخارست لتعزيز العلاقات الاقتصادية. وتناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع رومانيا في كافة المجالات، وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى مجالاتها وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها وزيادة الاستثمارات البينية. في أسواق البترول العالمية، قفزت أسعار النفط بنسبة 3% لأول مرة منذ أغسطس الماضي، فيما دفع تزايد مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى العدول عن رهانهم على انخفاض أسعار الخام. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.2% لتصل إلى 80 دولارا و52 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.4
10% لتسجل 76 دولارا و87 سنتا. وكذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.11% لتصل إلى دولارين و32 سنتا للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.91% لتسجل دولارين و86 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع لتعويض بعضاً من أحدث خسائرها التي نجمت عن مخاوف من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب أوسع نطاقاً. وربح المؤشر السعودي 1%، كما ارتفع مؤشر دبي 0.8%، وكذلك قفز مؤشر أبوظبي 0.3%، وامتدت المكاسب لمؤشر قطر الذي ارتفع بحوالي 0.6% في ختام التعاملات. We'll be right back.